لم يكن عاماً وردياً على غزة، وإنما كان دموياً بفعل آلة الحرب الإسرائيلية وإبادتها الجماعية ضد شعب أراد الحياة. عام مر من العدوان على غزة، نال من البشر والشجر والحجر، ولم يرحم أياً من القطاعات الحيوية والأساسية كالقطاع الصحي الذي عاث فيه خراباً ودماراً وأخرج معظم مستشفياته عن الخدمة، وما يزال يقطع عنه كل ما ينقذ الحياة. نحن نتحدث عن تحديات كبيرة بالنسبة لوزارة الصحة وطاقم الأطباء وطاقم التمريض، خصوصا بعد تدمير الاحتلال ما يقارب 23 مركزا صحيا وطبيا ومستشفى في قطاع غزة من أصل 38، واعتقال الكثير واستشهاد الكثير من طواقم وزارة الصحة، ومع استمرار إغلاق معبر رفح واستمرار عدم دخول المستلزمات الطبية إلى القطاع، تشهد جميع مستشفيات قطاع غزة نقص شديد في الإمكانات ومستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى والمصابين. في ظل هذه الظروف نجد أن الكثير من المصابين يتعرضون لتسمم ويتعرضون للالتهابات شديدة في جميع أنحاء جسمهم. في غزة لا مهرب من احتمالية الموت، فلم يحظى الفلسطينيون منذ عام بفرصة للنجاة والشعور بالأمان. أكثر من 3000 مجزرة ارتكبت ضد مدنيين في مناطق عدة، ومسحت نحو 900 عائلة من السجل المدني، وما يزال هناك الآلاف من المفقودين لم يبقى لأحبائهم سوى ذكراهم. وهي منال الناجية الوحيدة من 68 نفر، ستها برضو استشهدت، وعمامها وأبوها وخالاتهم كانوا في نازحين. أي طيارة بتمشي بتلاقيها بتيجي بتعبطني وبتخاف، بقولها تاتا خلص تخافيش بعاد إحنا. ويوم ما أعطوها كفالة هي بتقولي أنا بديش فلوس، أنا بدي بس يرجعوا لي ماما وبابا. يعني البنت بتفهم. طب هذه الذنب بس هذه 7 سنين. توغل جبروت الاحتلال في مدن وأراضي القطاع تاركا خلفه بصمته التدميرية، فكانت نصيب بعض المناطق التسمية الأقصى على أصحابها مناطق منكوبة كبيت حانون وغزة وخان يونس. لم يتركها الاحتلال سوى دمار بعد إلقاء نحو 85,000 طن من المتفجرات بحسب الإحصائيات الرسمية، مخلفة وراءها أطنانا من الركام وتحتاج إزالته سنوات، ولم يبقى لأصحابها سوى النهوض من تحت الركام والعيش فوقه. المناطق التي هي منكوبة في قطاع غزة، نحن حسب التصنيف الذي صممناه قبل فترة من الزمن والذي يعتمد على مؤشرات سبل العيش ومؤشرات البنية التحتية والحضرية، فإن منطقتي غزة والشمال هي مناطق منكوبة بشكل كامل لتدمير الاحتلال البنية التحتية وتدمير الاحتلال البنية الحضرية والمساكن، حيث أن المواطنين حتى البيوت التي يحاولون السكن فيها والمدارس هي أصبحت غير مجهزة لعملية السكن، وبالتالي لا يوجد بها مقومات سبل العيش. نحن نتحدث عن محافظة خان يونس، كمدينة خان يونس جزء كبير منها كمثلت حوالي 85% منها تدمير في المناطق البنية التحتية، و 90% دمرت في البنية الحضرية. حولت المستشفيات إلى مراكز لإيواء النازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال قسراً على النزوح من بيوتهم وأحيائهم السكنية، حتى أضحى مليونا إنسان في عداد المشردين يعيشون فصول المأساة والقهر والظلم التي عادت بهم إلى ما عاشه أجدادهم عام 48، يصارعون في الحياة من أجل البقاء. إحنا يا خالته بنروح بنعبي مي للغسيل، بقينا في الدار أوتوماتيك يا خالته. اليوم شوفوا إيدينا كيف صاروا من كتر الغسيل والفعك والدعك. وإحنا يا خالته الخبز بقى يا حبيبة قلبي نعمله على الطنجرة، نخبز فرن في بيتنا معزين مكرمين. هلقيت يا خالته مزلة بدنا نخبز كل يوم، ننقل هم الخبز على الفرن بالأجار برا. كثير كثير إحنا بنعانوا، وإحنا حسينا هلقيت بأجدادنا
احنا كمان حسينا في 48 لما هاجروا جدنا. ايش اقول لك يا خالد، والله الحياه صعبه. كانت هذه المنطقه شاهده على حركه نشطه للمزارعين في كل المواسم، قضت عليها الحرب وحرمت السكان من محاصيلها، حتى المصانع اصبحت اثرا بعد عين، سياسه تهدف الى الحاق اضرار بليغه في الاقتصاد الفلسطيني. زادت الأزمات تعقيداً بعد فرض سيطرتها على المعابر، تحديداً معبر رفح، وهو المنفس الوحيد للفلسطينيين في غزة، وهو ما يعني حكماً بالإعدام على آلاف المرضى وحرمان سكان القطاع من طوق نجاتهم الوحيد. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، قطاع غزة.